انا معاك بصفه خاصه مستني طبعا يعني انطلاق المونديال جدا. بص يعني هو كمان بغض النظر عن فكره الاجواء اللي بيعملها المونديال ككاس العالم كمحفل لكره القدم وعرس كروي بالنسبه لكل العالم، النسخه دي تحديدا احنا مستنيينها عشان الاجواء المحيطه بيها، اول بطوله عالميه، اول بطوله كاس عالم تحديدا طبعا. في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه. اشقائنا في قطر استعدادات عظيمه جدا للمونديال بقالهم كذا سنه، صحيح. الملاعب، الاجواء، الاستعدادات، حتى فكره الحفلات التنظيميه خدوا الفكره بتاعت روسيا اللي عملوها في 2018 اللي هي فكره الساحات الشعبيه ايوه اللي هيعلقوا فيها زي سكرينز او مونيتورز عشان يعرضوا فيها المباريات للي مش عارفين يدخلوا الماتشات، وطوروها شويه بفكره ان هم جايبين مغنيين ومطربين وفنانين من كل انحاء الوطن العربي يحيوا حفلات خلال البطوله كلها، مش بس حفل افتتاح وحفل ختام، ولكن سمعنا عن مطربين مصريين صحيح. هيعملوا حفلات شعبيه مش في الاستادات ولكن في الساحات بره ايام 12 ديسمبر ده في منتصف البطوله. احنا عارفين البطوله هتبدا يوم 20 نوفمبر وتخلص 18، على مر البطوله كل اسبوع هتلاقي في حفلات شعبيه في الساحات، هتلاقي في اجواء احتفاليه داخل الملاعب، الاجواء نفسها انا مستني البطوله دي بفارغ الصبر عشان اشوف على ذكر الاجواء، كويس قوي ان هم اجلوها للتوقيت ده، لان قبل كده كان هيبقى الاجواء ملتهبه غالبا. يعني مستحيل هم يعني عشان كده تم تعديل موعد البدايه. فيما يخص ان هي تتلعب في شهر 6 او في شهر 7 بالظبط زي ما طبعا هو طبعا جرت يعني في كاس طبعا، العالم، ده كان ما كانش مستحيل هينفع يتعمل في الحقيقه. قطر، ومش كمان عشان الحر بس، كمان عشان الرطوبه، طبعا درجات الرطوبه طبعا هناك عاليه ما تسمحش. احنا شفنا المونديال بتاع برازيل 2014 الناس ما كانتش عارفه تلعب، المنتخبات اللي تميزت جدا في البطوله بخلاف المانيا طبعا اللي حصلت على اللقب في الفاينل، المنتخبات اللي تميزت في بطوله 2014 هي المنتخبات اللاتينيه في الاساس. شفنا كوستاريكا بتلعب بشكل كويس، شفنا الارجنتين، شفنا البرازيل قبل ما تخسر 7-1، المنتخبات اللي قدرت تواكب الرطوبه اللي هي اللي متعوده على الاجواء هناك هي اللي قدرت تلعب وقدرت تتفوق فنيا وبدنيا. كان نفس الوضع ده ممكن نشوفه في قطر بسبب الرطوبه وسبب درجات الحراره العاليه، ولكن اللجنه المنظمه لمونديال قطر عالجت الموضوع ده بنقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه هي فكره ان احنا بعدنا عن شهر 6 وشهر 7 طبعا ورحنا لشهر طبعا 11 و12 عشان الحراره تخف شويه عن الاول. النقطه الثانيه وهي الاهم هي فكره الاستعدادات الخاصه بالاستادات، يعني احنا شايفين استادات عاملين تحت الكراسي مجرة ميه عشان خاطر الميه تسيركيليت في طبعا الاستاد كله فتقلل درجات الحراره، تكييفات مركزيه في كل الاستادات، يعني اغلب الاستادات لانه في استاد 974 ده مش مكيف لان هو معمول من حاويات السفن، وده واحد من الاستادات اللي انا نفسي البطوله تبدا باي شكل عشان اتفرج عليه. يعني ايه عامل استاد من 974 حاويه سفينه، الاستاد ده هيتفك بالكامل بعد ما يخلص المونديال ويتم اهداء ال 974 حاويه للدول الناميه عشان تطوير المشاريع اللي هناك. فحتى افكار تطويريه كويس، يعني في وافكار كوزز كمان انشائيه حلوه في المونديال ده، في يعني في ايه؟ كوز حلو، جدا. فكره ان في يعني قيم معينه بيحاولوا يمرروها، فكره انا كويسه زعلان برضه. جدا ليه؟ لان انا كنت اتمنى منتخب مصر يكون هناك طبعا لسببين. طبعا اولا طبعا الاجواء الرياضيه المتواجده هناك كانت هتساعد المنتخب ان هو يلعب بشكل كويس جدا، لان انا شايف دلوقتي منتخبات بتطلع ومنتخبات بتطلع ومنتخبات بتنزل. منتخب هولندا دلوقتي من المنتخبات القويه جدا، منتخب بولندا واحد من الاحصنه السوداء في البطولات، منتخب بلجيكا، منتخب مصر عنده السكواد اللي كان يسمح له ان هو يؤدي بشكل كويس خاصه في قطر والجاليه المصريه اللي هناك طبعا واشقائنا طبعا في قطر، كان هتلاقي تشجيع عظيم جدا. ولكن كل امل ان شاء الله في اشقائنا العرب المتواجدين هناك ان هم يقدروا يمثلوا العرب بصوره جيده. هم يا بخت المنتخبات العربيه اللي مشاركه في المونديال السنه صحيح دي، عشان فكره زي ما انت بتقول كده، فكره دوله عربيه وجاليات صحيح عربيه موجوده فيها.